عبدالله معكم يوسف من قناة أشواق. يوسف ديالي هو واحد الدريك اللي عنده 11 عام ونص وتشار تدير فيديوهات في يوتيوب وتشار فيديوهات في يوتيوب. تنقرا في السادس والعام الجاي عندي السابعة والعام الجاي نكمل 12 عام. بديت كنلوح فيديوهات في يوتيوب في العطلة ديال الصيف العام اللي فات في ذاك يوليو بديت كنلوح فيديوهات ودابا ان شاء الله نبقى غادي مليح. كنت نشوف شي يوتيوبرز وكنت كنتمنى نولي بحالهم وليت عندي الرغبه باش ندير شان ودرت شان وليت كنلوح فيه فيديو. انا من درت شان كنت بديت بوحدي تروح ما كان عندي في البيت وكنت نسد لي الباب كنصور بوحدي. كاين سي مصدراتي انا وفرحات ادم حمراطه شريف. انا كنت نشوف فيديو ديال ام سامباي وبغيت انا ندير بحالو حتى ام سامباي شارو فيديو ديال هذاك بصح حتى هذاك الشيء اللي كتشوفوا في الفيديو اللي كاين. كانت اول مره تلاقيت معاه في مراكش. كنا غادي نراجعين للدار وتلاقيت معاه كنا تلاقينا صدفه. كان احساس ديالي فرحان وكنت من نتلاقى معاه ان شاء الله ما تكونش اخر فرصه نتلاقى معاه. تحديات انا ممكن ناخذهمش من لعبه الحوت الازرق حتى لعبه الحوت الازرق هي اخطر لعبه في العالم. اي يوتيوبر بادي كي ضروري خصو يقلد شي واحد مشهور وتبقى متابعه وتبقى غادي في نفس الطريق ديالو في الاخر تولي عنده هو الرغبه ديالو كيولي يختار هو شي حاجه. انا بالنسبه للشهره انا فرحان بزاف ولكن مغيرات فيه حتى حاجه. انا ما كنجاوب الناس ولكن ماشي انا ما عنديش باج فيسبوك عندي غير شين في فيسبوك وشين في يوتيوب وما عندي لا انستغرام لا والو. انا افكار اللي كيطيحوا لي في راسي كنبغي نبارطاجيهم مع الناس كلهم كنتبع كل ما صار كنتبع. انا راضي به حتى يساوي الشهرات سوية. إذن أنا أكثر من راضي أنا فخور بهم الناس هذو كلهم والأطفال كلهم أنا فخور بهم بزاف حتى ساعدوني وساندوني وقدرت نوصل للعدد كبير من اللي زاروني ساعدوني كي يعاونوني باش نصور وبعد مرات كي يكتبوا معايا شي تاكل شي سكتش. الجديد ديالي هو غندير دي بودكاست ندير سكتشات ونكتب المواضيع ونبارطاجيهم معاكم ولكن ما نقولش لكم شنو سميت الفيديو الجاي غيكون مفاجأة ليهم. وتنقول لكم شكرا لكم بزاف على لي زابوني هادو حتى تعاونتو معايا وساندتوني وهاتي اللي كان بيس عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.